وضع اقتصادي صعب وإغلاق فرضته جائحة كورونا كان كافياً للتفكير الجاد لإيجاد حل لمشكلة البطالة، ولهذه الأسباب مجتمعة تم عقد المؤتمر العلمي العاشر تكنولوجيا الأعمال تنمية وابتكار بتنظيم من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وبالتعاون مع حاضنة الأعمال والتكنولوجيا. جاءت فكرة المؤتمر من خلال تلمسنا للواقع الموجود خاصة في المستوى العالمي والمستوى يعني الفلسطيني، وخاصة بالخصوص أيضا قطاع غزة الذي يعاني من زيادة أو ازدياد البطالة وقلة الأعمال وقلة الوظائف. وعقد المؤتمر على 4 جلسات علمية ناقشت محاور متعددة، منها دور حاضنات الأعمال والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والحكومية وغير الحكومية، دورها في تعزيز مفهوم تكنولوجيا الأعمال ودعمهم لمشاريع تكنولوجيا الأعمال. كما ناقش المؤتمر محور تجربة المؤسسات العاملة في دعم مشاريع تكنولوجيا الأعمال وانعكاسها على الشباب. أحيي فكرة هذا المؤتمر وموضوعه، وقد اطلعت على محاور المؤتمر وجميعها مفخرة وتثري المكتبة والواقع الفلسطيني وتقدم دليلا للشباب الفلسطيني في كيفية التكيف لما هو قادم والذي يتضمن فرص كبيرة لنا بالذات كفلسطينيين نعاني من قيود الحركة والتنقل. المؤتمر بجلساته 4 يهدف بشكل أساسي إلى التعريف بهذه المحاور وتوعية الطلبة بأهمية التكنولوجيا. المؤتمر حقيقة في هذا العام يتميز بأنه هو يتناول موضوع حساس في غاية الأهمية، وهو تكنولوجيا الأعمال، التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والعمل عن بعد وريادة الأعمال، وفي كيفية دعم المشاريع الريادية ودورها الحقيقي في التغلب على مشكلة البطالة، تحقيق التنمية الاقتصادية، توفير المشاريع الناشئة، المشاريع الصغيرة، سعيا لتحقيق التنمية والعمل على التنمية المستدامة. يأتي هذا المؤتمر في عامه العاشر بالتعاون مع حاضنة الأعمال والتكنولوجيا لتعزيز مفهوم المزاوجة بين الوسائل التقليدية والوسائل التكنولوجية التي تتواكب مع متطلبات العصر، ولتعزيز الفائدة من المشاريع التي تنفذها الحاضنة. هدف تنفيذ هذا المشروع اللي هو تسليط الضوء على أهمية مشاريع ريادة الأعمال ومشاريع العمل الحر على فئة الخريجين، ومساهمة هذه المشاريع في تقليل معدلات البطالة بين الخريجين، وأيضا مساهمة هذه المشاريع في التنمية الاقتصادية وأثرها على المجتمع الفلسطيني بشكل كامل. ويأمل القائمون على المؤتمر الخروج بنتائج وتوصيات توضع أمام المؤسسات الأكاديمية المختلفة لتعزيز ودعم المشاريع الريادية ومساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل. للجامعة الإسلامية علا أبو معمر، غزة، فلسطين.